مع السلامة. سلام. لاباس عليك؟ لاباس. عايشك مرحبا. ديما تفرح. عايشك. لا ديما فرحان انا. ديما نضحك. بالظروف. بالرغم الظروف وبالرغم المعيشة بالرغم كل شيء ديما نضحك. شنو الخدمة اليوم؟ الخدمة اليوم والله باش نكذب عليك انا خضار. توا وليت خضار معناتها. فما سوق ما توا اليوم غالي برشا والبارح غالي. سلعة نتاع الفلفل والطماطم كل غالية برشا فهمتني يعني توا نخدم في المعدنوس وسلق وسبناخ وهذا. قداش عندك من عام نقدم شهر في الخضرة وفي الخضرة؟ لا ما عنديش برشا، عندي عام توا. عندك عام؟ نعم. ماش برشا؟ ماش خدمتي على خاطر أنا كنت نخدم في شركة قبل فهمت وأنا صغير خدمت في شركة 8 سنين ترسمت واحد ومن بعد سايي كنت بديت الفلوس تجري في يديا بديت نتبع في حاجات ماهيش نتاعي فهمتني. نحكيو على الشباب اللي كان امس في الايام مستهتر نوعا ما، ما يخممش ما يوزنش تصرفاته، فما برشا تيش كان برشا تيش يتعدى العمر سنوات يشلق بروحه اللي هو يشلق بروحه سايي هذاك عداهم في الفارغ. عدى اشترى حياته وكيكه في اضحك والعب وشيخ وذيك هي الدنيا فهمتني في باله الدنيا هذيك باركه فهمتني. انسان اللي فما يلزمك صغار يلزمك تعمل سلاله لروحك فهمتني برشا حاجات فهمت. يلزمك الام اللي تعبت عليك زاده يلزمك تفرحها في الكبر باش تراك ديما متهني يلزمك تهنيها يلزمك فهمتني يلزمها ترتاح في الدار مش كيما توا واحد. وقتاش بديت تفيق انت الانسان لازمه فما برشا حكايات تعملها المفروض ما يعملهمش ما يتصرفش هكا؟ والله فقت مخر باش نكذب عليك فقت مخر فقت مخر ضعت وانا فهمتني ما ضعتش هكا صحيح ضعت كي مشيت الحبس فهمتني كي ساي من اول مره دخلت الحبس ساي من وقتها بديت حياتي تتكابر استسهلتها معناها استسهلتها. في عمر قديش اول مره دخلت؟ أول مرة في عمرك قديش دخلت؟ عمري 27 سنة الحبس. كبير تسمى؟ نتسمى كبير، أنا يعني كنت نخدم قلت لك في شركة عمري 8 سنين قلت عمري 8 سنين معدي 8 سنين في شركة محترمة في تكن بوان التقنية الحديثة فهمتني نصلح ماكينات فوتوكوبي وليزورديناتور وهذا يلا غالب. استقرار المادي هو اللي خلاك بعد شوية انحرفت نوعا ما شوية وقتها؟ حاسيلو كي بديت نشم في الفلوس. بديت نشم في الفلوس ملي جاتني والله باش نكذب عليك ملي جاتني فلوس لاسيرونس نتاع لاسيرونس نتاعي نتاع اللي عملت لاكسيدون وبديت ساي ريت لي فلوس الكبيره وبديت نحب الفلوس الكبيره. ريت برشا فلوس؟ 17 مليون و500 برشا يقول لك مش برشا برشا وقت. 17 مليون و500 في عمري 2000 عمري 21 سنه وقت. عام قديش؟ 2001. برشا برشا فلوس فهمتني بديت نشوف الفلوس وفهمتني وبديت حاسيل وصارت حكايات و ما استثمرتش ما عرفتش تتصرف ما خدش كون ينصحك؟ لا وقتها الشله نتاعي معناتها كنا كيف كيف كنا كيف كيف كنا كيف كيف ولينا نهزوا بتاع الناس ولينا كذا ولينا فهمتني ودخلنا في الريسك ودخلنا في الحرام برشا عملنا برشا ريسك وحاسيل. ندمت برشا؟ ندمت برشا اما صحيح واحد عاش وشاف وشاف الفلوس وشاف كل شيء اللي تصور في روحك وقت الفلوس فلوس كانت الحاكم كي رانا لابسين يقول لنا يعرف اللي منين جبنا خاطر لابسين بك الحسبه هذيك ويغزروا لديارنا واحد ماناش نتاع الفلوس هذيك فهمتني يعرفونا كذا. تفكر كيفاش مشاو 17 مليون؟ نتفكر كيفاش مشاو، ولا هذوكم ما مشاوش في مادام خذاهم اخواتي ما مشاوش في الحرام. فهمتني مادام خذاهم طهرت ولد اختي مديتهم لامي حاسيل وامي تصرفت فيها مديتهم قسمتهم لاخواتي ولا باس فهمتني. قداش من مره كررت الحبس؟ والله برشا مرات. زرت دارنا حاسيل وليت نتوحشوا انا. انت تظهر عاقل تورا. والله عاقل والنبي محمد عاقل. صدقت وليت نتوحشوا النبي محمد. حتى العوام بداوا يتوحشوني فهمتني؟ في الفترة ذيك. أول مرة في عمر قد إيه 27؟ 27 اللي دخلت الإصلاحية عمري 15 سنة 6 سنة لقفتني يومي دخلتني نخدم وأنا صغير. كي دخلت نخدم وأنا صغير ساي كذا شيء. من بعد عاودنا رجعنا.
عاودت خلطت نفس الاصحاب هما بيدهم. شنو الحبوسات اللي قعدت فيهم؟ الحبوسات اللي قعدت فيهم انا حبوسات والله باش نقول لك، مشيت للسرس، مشيت للسليانه، مشيت للرومي، عديت فيهم. كانوا اكتظاظ برشا، كانوا برشا اكتظاظ، درت على كل والله كان برشا اكتظاظ. الحبس كان خير من قبل، خير من تو. كانت الغرفة تعاون بعضها وما كان حد يبات للشر في الحبس. كيفاش تتم الفصل الماكلة ولا الفصل الماكلة ولا العشاء؟ كيفاش تتم؟ تمشوا تفطروا يهزوكم ولا كيفاش؟ لا ما يهزوناش نفطروا، يجيبونا للغرف نتاعنا. فهمتني؟ يجيبونا للغرف، هاكا نهار تاكلها الصبح ونهار ما تاكلهاش. نهار تاكلها؟ ونهار ما تاكلهاش. علاش؟ خاطر عندك نهار الأحد يجي الكسكسي تنجم تاكله. كسكسي هذاك الناس كل تحب الكسكسي، ونهار اللي جيت يجي العدس واللوبيا، عندك ثلاثة ايام تفطر في الجامع، الباقي كله زبله حسين. الاخرين بلبز وعدي باش عارفين، ما مقرونه معجنه كل شيء. عندي فضول، كي يجوك عائلتك ويجيبوا لك، ينجموا يجيبوا لك كميه كبيره، ماهوش بسكوي ولا حاجتك اللي تنجم تخبيها؟ والله باش نحكي لك حكايه، والله برشا عباد في بالهم اللي في الحبس هما اللي متعذبين، والله العيال اللي تستنى لبرا هما اللي متعذبين. كان تشوف التصرفات اللي يتصرفوا فيهم مع نساء كبار ومع واحد، انا مشيت نزور في شكون علينا فيه، فهمتني؟ وكريت المواضيع هذيك وريتهم كيفاش يتصرفوا، كرهت اللي انا جبت امي لك الحال، وصلت امي للحاجات هذيك. تمرمدوا برشا ولا تمرمدوا برشا العيال اليوم تخدم وربي عينك صديق، عملت لها تبارك الله. والله رسميتي انا في ال 44 سنه تو عرفت روحي اللي انا غلطت، وعرفت روحي اللي انا كل شيء. والله المشكله في حاجه برك، والله قاعت المشكله كي نشوف شباب تو، شباب تو والله يغرموه هما بالحرق، والله يغرموه. قبل كنا نحن نلقاو الفلوس، نلقاه وفما الخدم وفما كل شيء، فهمتني؟ ونكوروا والله نسرق ونعمل في كل شيء، وقبل واحد ونعملوا في كل شيء، والريسك ونبيعوا في الزطلة ونبيعوا في كل شيء. اما الباستا نكوروا، عندنا وين نكوروا، عندنا وين ندخلوا سالجيو، نلقاو سالجيو، عندنا نادي فهمتني ندخلوا له، تلقى في الحومه واحد معوش. مش توا تلقى حومه كامله شباب كل معوج، علاش؟ مش حرام طفل عمره 6 سنين يبيع في الزتله؟ علاش يبيع في الزتله مسكين؟ علاش حطمتوهم؟ صغار صغار، علاش تحطموا فيهم؟ علاش؟ علاش ما يلقاوش حل هذوكم؟ اللي مازالوا في المدرسه الابتدائيه وزتله، المدرسه الابتدائيه مساكن يقراوا وعندهم في ريوسهم شباب توا، غير ما لقاوش، لقاو نادي يتفردوا فيه، لقاو درشنيه يتفردوا فيه، علاش؟ مش حرام؟ والله حرام، عيب. هي بتو ضيعتونا نحن وضيعتوا بيه يا خويا، نحن مسامحينكم ويعطيونا هما تو، هما تو شباب تو، علاش اللي تجي تحكي معاه يقول لك باش نحرق؟ يعني جاتنا الفلوس قبل ونحن صغار، شبينا ما خممناش في الحرق قبل؟ فهمتني؟ ما خممتش في الحرق، الفلوس موجوده، الفلوس موجوده ووسط البلاد. صحيح والله والنبي محمد اختك لم اللعب شدوها وسط البلاد، كانت عايشه وكانت عايشه يا خويا، كنا عايشين في وسط البلاد وكنا بالخير وكانت عندنا الفلوس. تو وتو وشباب تو تفكرتوا بن قردين، تفكرتوا كذا، تفكرتوا كذا، وهمشتونا نحن. والله ولاو هما عايشين خير من، والله هما ولاو عايشين خير من، ولا شوف بن قردين الفلوس اللي دخلت لها اكثر من اللي وسط البلاد، كانت مليانه بالفلوس. هنا كلها حك راسك زاد، كلها تخدم في تجاره، حتى المسوار ما عادش برشا. ما عادش المسوار، ما عادش، ما عادش يلزمك تشري القطعه هذيك ب 20 مثلا تو، كان ما لقيتش خضره نمشي نحب نشري تليفون ونبيع ونصور شي فيه 5000 10000، فهمتني؟ صعبت صعبت صعبت، صعبوا عليهم هما، نحن كبرنا ساي واحد، صعبوا على جيل توا، جيل توا بجاه ربي بجاه ربي كلمه برك يتلفتوا. جيل توا ياش شبعتوه حبس، فهمتني؟ وليد صغير مثلا يدخل عمره 18 سنه يغلط، ما تحكموش بك الحكم هذاك، عيب. ما يعرفش مسكين، لقى ابوه هكاك ولقى خاله هكاك ولقى عمه هكاك، 17 سنه والله عيب، والله حرام في السجون هكاك واحد بجاه ربي تلفيته لذوكم. وسي قيس سعيد رانا انتخبناك يا خويا، يرحم والديك وربي فضلك، تلهينا بالصغار، بالله الصغار الكل قاعد يموت في البحر، والله قاعد يموت في البحر. انتم ما تعرفوا شيء، والله ما تعرفوا شيء، والله قاعدين يموتوا، اللي يموتوا اكثر من اللي حي. تعرف اللي عنده بورسنتاج اللي هو باش ماهوش باش يوصل ويمشي اكثر من اللي حي،
فهمتني؟ مرات تعمل راجلها برمشي يلم خل نخرج انا وياك وصغاري، انت ما تجيش هذيا ما تجيش، ما كانش عندنا قبل، فهمتني؟ شكرا لك.